بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم طلابنا الأعزاء في المحاضرة الخامسة اللي حتكون بعنوان Network Security Mechanisms. أوكي، خلينا نبلش في Learning Objectives لهاي المحاضرة. فأول Learning Objective حيكون Understand Attacks, Vector, Service and Data Breaches. فزي ما انتم عارفين او راح نشوف في المحاضره انه السكيورتي ميكانيزم هي وظيفتها هي تمنع الاتاكس او تكتشف الاتاكس في النتورك. فضروري نتعرف على شو هي الاتاك فيكتورز، الاتاك سيرفيس، وايش هي الداتا بريشز. يعني كونسبتس بريف اللي نغطيها عشان هي يعني مختصه في او الانتروجن ديتكشن سيستم او الانتروجن بريفنشن سيستم اللي حنحكي عنهم هيستخدم الاكتشاف هاي الاتاك. تاني نقطة هي الاكسبلين مونيتورينج تكنيكس اند ذير تايبس، هنشرح فيها عن شو هي تكنيكس مستخدمة في مراقبة الشبكة وانواعها. تالت اوبجكتيف حيكون عندنا اكسبلين انتروجن ديتكشن سيستم او اختصارا اي دي اس اند اتس تايب، وهذا هو يعني عبارة عن انظمة كشف التسلل او نظام كشف التسلل وانواعه، حنشرحه بالتفصيل في السلايدات القادمه. بعدين حنحكي understand types of IDS detection mechanism، حنحكي هان شو هي الميكانيزمز او الاليات الكشف اللي بيستخدمها IDS وانواعها. حنحكي بعدين على explain intrusion prevention system او هي نظام منع التسلل واختصار الاي بي اس. وبعدين حنحكي على differentiate between، حنعرف differentiate between اي بي اس اند اي دي اس، حنعرف الفرق بين الاي بي اس والاي دي اس. واخر شيء حنشرح الهاني بوت، وهي اختصارا عباره عن يعني مصائد او traps للاتاكرز، انه بحيث انه تمسك الاتاكرز. حنشرحها بالتفصيل ايضا ان شاء الله في محاضره اليوم. اوكي، خلينا نبدا في اول شيء تعريف الاتاكس فيكتورز. طبعا بدنا نعرف الفرق بين الاتاك فيكتور والسيرف والاتاك سيرفيسز والداتا بريش. طيب نبلش في الاتاك فيكتور. In computer security any attack vector is a specific path, method or scenario that can be exploited to break into IT system thus compromising its security. يعني هذا الوظيفة عندنا أن الأتاك فيكتور هي عبارة عن طرق أو السيناريوهات المستخدمة بحيث أن نعمل gain أو gain access أو ندخل على نظام الاي تي ونعمل compromise للسيكوريتي تاعتها، أو يعني compromisation يعني ما يعني نعمل deactivate للسيكوريتي ميكانيزمز تاعتها بحيث أنه الأتاكرز ما ينكشف. أوكي، فتاني كونسبت عندنا الاتاكر الاتاك سيرفيس. ان اتاك سيرفيس از ذا توتال نمبر اوف اتاك فيكتورز ان اتاكرز كان يوز تو مانيبيوليت ذا نتورك اور كمبيوتر سيستم اور اكستراكت داتا. طبعا هان لما الاتاك سيرفيس هو عدد او عدد الاتاكس فيكتور اللي اتاكرز بيستخدمها عشان يقدر يعمل مانيبيوليت للنتورك ولا الكمبيوتر سيستم. طبعا ممكن انا يكون عندي تارجت سيستم او نتورك تحتاج نوع او نوعين من الاتاكس او نوع واحد من الاتاكس، فالمجموعهم ان توتال بسموه هذا الاتاك سيرفيس. نحكي على اخر كونسبت اللي هو الداتا بريش. سو ا داتا بريش از اني سكيورتي انسيدنت وير سنسيتيف بروتكتد اور كونفيدنشال داتا از اكسسد اور ستولن باي ان اوثورايزد بارتي. طبعا احنا هنا لما نحكي على داتا بريش بنحكي على سنسيتيف انفورميشن او كونفيدنشال داتا. فعلى سبيل المثال اليوزر نيم والباسورد تاعونك ممكن نحكي ممكن تشمل كونفيدنشال داتا على الكريدت كارد ديتيلز او ديتيلز الخاصه فيك. فاذا صار البريش يعني او يعني سربوا او ليكت، فهذا بسموه الانسيدنت، هذا عندنا داتا بريش. طبعا المتسبب في هذا الكلام بكون هو unauthorized party اللي معني اللي هو الاتاكر الاتاكرز اللي بيستهدفوا الاي تي سيستمز او النتورك بهدف انهم يسرقوا الداتا او ينشروها في الانترنت يبيعوها. وفي زي يعني كتير incidents او احداث صارت بالنسبه للداتا بريش including في يعني في اخر شيء سمعنا في اوبر
سمعنا في لينكد ان، لأن في كتير مواقع او سيرفيسز تعرضت للداتا بريتشز. وهيك بنكون احنا غطينا 3 مين كونسبتس بريفلي، اللي هي زي ما حكينا الاتاك فيكتور، اتاك سيرفيس، والداتا بريتش. طب خلينا نتعمق بشكل اكتر في الاتاك. اوكي سو لما نحكي على الاتاكس تايب او انواع الاتاكس تايبس، في عندنا نوعين من الاتاكس تايب. اول نوع اللي هو الباسيف اتاكس، والثاني نوع اللي هو الاكتيف اتاكس. اوكي خلينا نشرح شو هو الباسيف اتاك. طيب الباسيف اتاك هو يعني زي ما انتم شايفين انه ذا اتاكر اتيمبت تو سايلنتلي سنيف ذا نتورك ترافيك تو ليرن اور ميك يوز اوف انفورميشن فروم ذا سيستم but does not affect the system resources. So the keywords هان عندنا احنا silently sniff و does not affect the system resources. بمعنى انه انا في عندي يعني بكون عندي attackers يعني set between two parties، او خلينا نحكي man in the middle attacks، بسمع او بعمل capture للترافيك بشكل يعني silently. يعني لما نحكي احنا silently يعني ما في اي دليل انه للاتاك على اليوزرز انه في حد قاعد بتنصت عليهم او بيعمل كابتشر للترافيك اللي رايح من يوزر 1 تو يوزر 2 فور اكزامبل. اوكي this attack is difficult to detect because they do not involve any alteration of the data and do not disturb the network communications. اوكي يعني هذا الاتاكس ما في هذا النوع من الاتاكس الاتاكر ما ببعث يعني اي بروك باكيتس او ما ببعث اي او ما بعدل على اي نوع من الداتا. فاذا صار في عندي تعديل على الداتا او صار في عندي ارسال مثلا لاكسترا باكيتس او اكسترا بروك باكيتس، بصير عندي ديستيرب الكوميونيكيشن. فهذا بيكون مؤشر انه اليوزرز ينتبهوا انه في يعني في عندي ابنورماليتي او شيء غير عن المعتاد بصير عندنا، فممكن يتنبهوا انه يكتشفوا الاتاك هذا. اوكي بس في الباسيف اتاك الكلام هذا ما بيصير. فعلى سبيل المثال شايفين احنا في عندنا يوزر 1 يوزر 1 اند يوزر 2، وفي عندنا اتاكرز في يوزر 1 ويوزر 2 بتواصلوا بشكل يعني في بينهم ترافيك، لكن الترافيك هذا الاتاكرز قاعد بيعمل عليه سنيف، بشوف الكونتنت تاعه بريد ذا كونتنت اوف ذا مسج فروم يوزر 1 تو يوزر 2. طبعا هذا اليوزر 1 ويوزر 2 مش راح ينتبهوا انه في عندي اتاكر يعني قاعد يعني بيقرا الكونتنت تاعت المسجز بيناتهم. والسبب زي ما حكينا انه زي ما حكينا هان انه ما في عندي الترنيشن للديتا وما في عندي ديستيرب للنتورك كوميونيكيشن. طيب نحكي على النوع الثاني من الاتاكس اللي هو الاكتيف اتاكس. سو في الاكتيف اتاكس اتاكر اتمت تو التر سيستم ريسورسز اور افكت ذير اوبريشن، يعني هو اتاك عكس الباسيف اتاك. اوكي كومبيرد تو باسيف اتاك، اكتيف اتاك ار ايزير تو ديكت ديو تو ذا انوماليز ذي كوز ان ذا سيستم. طبعا هذا مقارنه بالباسيف اتاك في اسهل بكثير انه نكتشفه، لانه في زي ما حكينا انه في عندي انوماليز او شيء غير يعني شيء اب نورمال بصير او اكتيفيتي اب نورمال بصير عندي في الشبكه. فهذا الشيء الاب نورمالز بخلي اليوزر تنتبه انه في عندي اتاكرز قاعد اوكي ممكن بقرا الباكيتس او قاعد بعدل على الباكيتس او قاعد بعمل ديستيرب الاوبريشنز بسبب هذه الانوماليز. فعشان هيك هذه الدلائل اللي بتكون كناتج من وجود الاتاكرز تستخدم للكشف عن هذا الاتاكر في النتورك. هاند الدمج ذات از دان باي ذيس اتاكس كان بي فيري هارمفول تو ذا سيستم ديت ريسورسز. طبعا اي اتاكس بكون عنده في عندك بكون طبعا كثير من الاتاكس اللي بتصير على النتوركس او السيستم طبعا بكون لها دمج، بس الدمج او الخراب اللي بصير ممكن يكون يعني فاري بيختلف من 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 لو تو هاي. اوكي لكن هذا الانواع من الاتاكس هو يعني بسبب ضرر كبير للسيستم اللي هو الاتاكس التارجت الفيكتيم سيستم والريسورسز تاعته. فهيك احنا بنكون خطينا بريفلي نوعين من انواع الاتاكس اللي هي الباسيف والاكتيف. اوكي زي ما انتم شايفين هنا برضو في عندي انا على الجانب اليمين عندنا هيك اكزامبل بسيط، زي ما شفنا انه في عندك اليوزر 1 يوزر 2 بيبعث باكيتس، بس انه هذا الاتاكرز بيعمل كابتشر للباكيتس وبعدل المسج وبيبعتها لليوزر 2. اوكي
فهذا السهم ما كان عندي، ما في عندي تعديل في الباسيف اتاك، بس في الاكتيف اتاك صار في عندي ايش تعديل للمسج قبل ما ابعتها ليوزر 2. فبالحاله هذه انه يعني لو انا ليوزر 1 بعت ليوزر 2 مسج والكونتنت تاعتها سلام ممكن نلتقي مثلا الساعه 7، يوزر 2 ما استلم السيم يعني السيم مسج، صار في تغيير عليها، فبيبلغ يوزر 1 انه انا ما استلمت منك مسج او المسج اللي انت بعتها مش زي المفترض تكون. اوكي، ففي الحاله هذه بدي بقول اوكي في عندي انوماليز، ممكن يعملوا تريس باك او يشوفوا الشبكه ويشوا بالنتيجه يحصلوا انه في عندهم اتاكرز يعني موجود في الشبكه وقاعد بيعمل سنيف او كابشر للترافيك او النتورك كوميونيكيشن اللي بتصير بين يوزر 1 ويوزر 2. اوكي طيب، خلينا نحكي على زي ما حكينا انه احنا بنحكي على اتاكس، بنحكي على انتروجين ديتكشن سيستم، او بنحكي على انتروجين بريفنشن سيستم. طيب شو الكومن تايبس اوف اتاكس هذه؟ طبعا في عندنا اتاكس كثيره اوكي، لكن الاكثر يعني اكثر الاتاكس موجوده في السايبر سيكيورتي هي مثلا على سبيل المثال ميليشس موبايل ابس، سوشيال انجينيرنج، تروجن هورس، باك دور فيروسز، كمبيوتر روم، رانسوم، كرايم وور، فيشينج، بوت نتس، بوت. اوكي، ف الان حنحكي على الكومن تايبس اوف سايبر سيكيورتي اتاكس. في السلايد السابق حكينا عن الاتاك سيرفيس انه هو توتال اوف اتاكس، يعني لما نحكي توتال اوف اتاكس يعني ممكن يكون في عندي اتاك يعني اتاك واحد او تو اتاكس او ثري اتاكس حسب التارجت وشو الاتاكر بده يعني يعمل تريجر اتاكس على هاي التارجت، سواء كانت نتورك او كان انديفيدوال فيكتيم. فهاي الاتاكس يعني ممكن تكون يعني بعدة انواع او مختلفة، لكن اكثر انواع انتشارا في السايبر سيكيورتي اتاكس اللي احنا شايفينها في السلايد. So the common types of cyber security attack، في عندنا malicious mobile application، فمن الاسم نعرف انه هذه target الموبايل applications. social engineering، وهذه منتشرة يعني بطريقة كبيرة، هذا الاتاكر بريتند انه هو شخص يعني او بنتحل شخصية شخص معين، زي انه موظف مثلا من البنك بحاول يتواصل مع العميل ياخذ منه بياناته، وكتير في incidents security incidents بسبب هذا الاتاكس. تروجن هورس، باك دور فيروسز، كمبيوتر وورمز، رانسوم، سايبر كرايم وورز، فيشنج اند بوت نت، هذول هم الاتاكس اللي اكثر انتشارا واللي هي بتكون ضمن الاتاك فيكتورز. اوكي، خلينا نشرح يعني بعض الاتاكس هذه، احنا هنشرح مش كل الاتاكس، هنشرح مثلا الكمبيوتر ووم، هنشرح البوت نت. اوكي، واذا حابب تتعرف على هاي الاتاكس ممكن تقرا عنها، لانه المحاضرة اليوم بتركز بالاساس على الانتروجين ديتكشن سيستم والاي بي اس والهاني بوت، اللي هي احدى الميكانيزم المستخدمه في النتورك سكيورتي. خلينا نشرح على اول شيء على الكمبيوتر وورم. الكمبيوتر وورم هو عباره عن سيلف ريبليكيتنج مالوير بروجرام، اوكي، whose primary purpose to infect other computer by duplicating itself without human intervention while remaining active on the infected system. طيب باختصار الكمبيوتر وورم هو عباره عن كود بيعمل دوبليكيت او بيستنسخ نفسه من نفسه، اوكي، وبنتشر في النتورك من دون ما يتدخل الانسان بي. طيب لما نحكي بدون ما يتدخل انسان بي يعني شو المقصود فهم؟ عادة احنا لما يكون في عنا مثلا فيروس او كمبيوتر ووم، ممكن الانسان ممكن يعمل له اكتيفيشن بمجرد ما يعمل دبل كليك على فايل، او بمجرد مثلا يشغل بين درايف، فممكن هنا يعمل اكتيفيشن للميليشيس كود ويبدا ينتشر. لكن بالكمبيوتر وورم لا، الكمبيوتر وورم هو عبارة عن مجرد ما عمل انفكتد، اوكي، للماشين على سبيل المثال في عندي وورم جاينها من الايميل، عمل انفكتد للماشين هذه، الماشين هذه الان بتصير تعمل سكان،
اوكي بتدور على نودز ثانيه او بي سيز ثانيه عشان تقدر تعملها انفكت. بمجرد انه في النودز ثانيه هذه موجوده فيها فيلنربيليتيز او نقاط ضعف، فالورم حينتقل الها وهتصير انفكتد انفكتد. لكن بنفس الوقت انه الورم بضله اكتف على الماشين اللي هي السورس، اوكي. فهو هذا بيعمل ريبليكيت ريبليكيت لنفسه. طبعا في عنده يعني بيهيفيرز معينه او سلوك معينه بتبدا في النتورك سكاننج اللي هي بتحدد نقاط الضعف، اوكي، اللي موجوده في السيستم. واذا نقاط الضعف هذه وجدت في السيستم، الكمبيوتر وورم بيعملها انفكت. بعد ما يعملها انفكت بنخش على مرحله ال بسموها مرحله البروباجيشن، او بنتشر على نوتس، او بدور على فيلنربيليتي في النوتس اللي مجاوره له، واذا وجدها بنتشر بيعمل بروباجيت او سبريد لها على النوتس الثانيه. وفي هذه الطريقه بيقدر يعمل كومبرومايز او انفكت لاكثر من كمبيوتر. فالفكره هنا احنا عندنا سيلف ريبليكيتنج، انه بيستنسخ نفسه من نفسه، اوكي، ومن دون الهيومن انترفنشن، اوكي. بعكس الفيروس، احيانا الفيروس لازم تعمل دبل كليك عشان يصيروا اكتيفيت، اوكي. الورم لا، ممكن ينتشر without يعني بدون ما تدخل من الانسان. فهذا هو بريفلي شو هو الكمبيوتر ورم. النوع الثاني عندنا البوت والبوت نتس. طبعا البوت هو عبارة عن computer that infected with a malware that allow it to be remotely controlled by an attacker. طيب لما نحكي remotely controlled by an attacker، هنا احنا بنحكي على البوت ماستر، اوكي. البوت ماستر هو اللي بيتحكم بهاي الكمبيوتر بمجرد ما تكون infected او تصاب في malicious code. طيب البوت or zombie computer can then be sent or launch more cyber attacks to or become part of botnet as a collection of botnet. So عندنا الآن إحنا مجرد ما البي سي هذا infected فبتحول لزومبي أو بوت، أوكي. ففي عندنا بوت وفي عندنا botnet، أوكي. طيب مجموعة البوتس هذه بتكون لي شبكة أو سميها البوتنت. الآن الجهاز لما يصير بوت أو يصير زومبي بستنى انستراكشن من كنترول من ريموت اتاكرز. طيب هذه الانستراكشن ممكن تكون مثلا تنفذ اتاكس معينه، على سبيل المثال تنفذ one of these attacks، اوكي. مثلا تنفذ كمبيوتر يعني تعمل فيشنج كمبيوتر، اما تعمل بروباجيت الكمبيوتر نتورك. لكن الاكثر شيوعا في هذا النوع من البوت نت هو تنفيذ الديدوز اتاك، اللي هو مكتوب هان. botnet are popular method for distributed denial of service, spreading ransom, keylogging and spreading other type of malwares. ففي الخلاصة هان، أنا في عندي bot، أوكي، كونت عندي botnet، فها هي البوتنت. طبعا في عندي هان حاجة بسموها البوت ماستر أو remotely control attackers. طبعا التحاور بين البوت والبوت ماستر بتم عن طريق شغله بسموها سي ان سي او كوماند اند كنترول. الكوماند اند كنترول هذه هي اللي بيعمل البوت ابديت للبوت ماستر، والبوت ماستر هو بيبعت انستراكشن للبوت بحيث انه مثلا يبعت سبام للجهاز هذا، او يبعت مالوير انفكشن، او يبعت يعمل دوز اتاك على هذا الجهاز. فهذه هي خلاصه البوت نتس. فاجين سميناها بوت نتس لانها عباره عن جروب اوف بوتس، والبوت هو عبارة عن infected machine، اوكي. infected machine بتكون يعني بتحولت لزومبي وبتكون listen the remote instruction من البوت ماستر. فهذا بشكل مبسط شو هو البوت نت. فالبوت نت الان شائع كتير زي ما حكينا، وانه اكتر نوع من انواع الاتاك اللي بينفذها اللي هو الديدوس اتاك او الدوس اتاك، بس بشكل اساسي هي الديدوس اتاك، اوكي. طيب لما نحكي ديدوز اتاك، يعني ممكن البوتس هان يكونوا يعني متواجدين في ديفرنت كانتريز، اوكي، مش شرط يكونوا موجودين يعني في شبكه واحده. فهذه فكره البوت، يعني ممكن يكون ديستريبيوتد في ديفرنت كانتريز، او خلينا نحكي ديفرنت بليسز، بتم التحكم من خلال ريموتلي من خلال هالبوت ماستر، اوكي. طب احنا حكينا انه الورم
والبوت نيتس على سبيل المثال وورم بيكون نت الكمبيوتر وورم بيعمل انفكتد للجهاز اذا كان في هالجهاز فيلنربيليتي، والبوت نت والبوت والجهاز بتحول لزومبي او بوت اذا كان انفكتد، والعمليه الانفكشن بتكون اذا وجد فيلنربيليتيز. طب شو هو الفيلنربيليتيز وشو هو البج؟ هذول التو كي ووردز يعني بدلوا على ويكنسز في نظام الاي تي سيستم او في الاوبريتنج سيستم او في النتورك. So خلينا نعرف ايش الفرق بيناتهم. All other attacks are taking place due to the bug and vulnerabilities in the system, resources, services and applications. طبعا ال entry points او ال open door لكل الاتاكس هي وجود vulnerabilities اوكي او في السيستم في السيرفيسز او في البرامج. طبعا يعني vulnerabilities هي نقاط ضعف، ممكن نقاط الضعف هذه تكون يعني خطا برمجي في الابلكيشن. لما نحكي على الابلكيشن يعني مثلا في ابلكيشن بروجرام معين بيكون في خطا مثلا بس يعني ما في فاليديشن على الانبوتس، ما بتحقق من الانبوتس اللي جاي من الاتاكرز، فبكون مثلا على سبيل المثال في فيلنربيليتيز لاتاك مثلا اسمه الاوفر فلو اوكي فميموري اوفر فلو. ففي النتورك مثلا فيلنربيليتيز بتتم بسبب المس كونفيجريشن او اخطاء في الكونفيجريشنز اوكي. فالباج از وين ذا سيم از وين ذا سيستم از ازنت بيهافينج از اتس ات از سبوست تو، ويرز ذا فيلنربيليتي از ا باج ذات من مانيفيست اتسلف فور از ان اوبورتونيتي فور ذا اكسبلويتيشنز. طيب يعني هنا احنا بنحكي انه الباج هو عباره عن انه في سيستم يعني ما بتصرف في الطريقه اللي اليوزر يعني اكسبكتد اوكي، لكن هذه ما تستغل انه هذه مالشس اكتيفيتي او لا او كدور انه يعني يعمل اتاكر لها يعني اتاك من خلال يعني الاتاكر يستغلها عشان يعمل اتاك للسيستم. لكن الفيلنربيليتيز هي عباره عن باج، لكن هذه الباج بتفتح يعني خطا في السيستم، لكن هذا الخطا في السيستم يعني السيفيريتي تاعته عاليه او الخطوره تاعته عاليه بتمكن الاتاكرز انه يستغلها ويعمل يعني اتاك للسيستم اوكي. يعني لما نحكي باج هي باج اسوكي مثلا الاوتبوتس مش يعني الاوتبوت تاع الابلكيشنز مش سبوست تو بي از يوزر اكسبكتد او زي ما اليوزر بتوقع اوكي. فهذا يعني شيء مثلا اسوكي نوت سو دينجرس اوكي. لكن الفيرنبيليتيز لما يكون عند الباج هو هذا نفسه، لكن يستغل في عمليه كنقطه ضعف، يستغل في عمليه انه مثلا الاتاكرز يقدر يعمل اتاك او يقدر يحص يعمل بريك انت للسيستم. فهذه هي الفرق بين الباج والفيرنبيليتيز. فممكن نحكي انه كل فيرنبيليتيز هي باج، لكن مش كل باج هي فيرنبيليتي اوكي. فهذه هي الفرق بين البج والفلنربيليتي، واللي هي تنتين سبب او سبب لانه الاتاكرز يعمل اتاك للسيستم او للسيرفيسز او للابليكيشنز او النتوركس. طيب لما نحكي احنا على فلنربيليتيز، طبعا يعني اي سيستم فيه فلنربيليتيز لازم يكون مثلا معروف اوكي، يعني منشور somewhere في ريبوزيتوري معروف انه اوكي هذا يعني مثلا لو انا مثلا بستخدم SQL سيرفر او بستخدم الوورد بريس، بستخدم مثلا على سبيل المثال الوورد بريس مثلا فيرجن قديمه نوعا ما نوت اب تو ديت، فبدي اعرف شو هي الفلنربيليتيز الموجوده فيها اوكي. ففي شغله بسموها اللي هي الكومن فلنربيليتيز اند اكسبوجرز CVE اوكي. فهذه عباره عن سيستم بروفايد ا ريفرنس ميثود فور بابليكلي نون انفورميشن سيكيورتي فيلنربيليتيز اند اكسبوجر سي، ممكن احنا يعني نعمل اكسس لها من خلال الموقع هذا CVE اوكي دوت ام اي تي ار اي دوت اورج. فلو ضغطنا عليها اوكي فحنلاقي هنا السيرش، مثلا في عندك السيرش تاب هير ضغطنا عليها، مثلا لو احنا بدنا ننزل وورد بريس عملنا سيرش فلاقينا مثلا في عندنا فيلنربيليتي في الاكس
اس اس اوكي. فهذه الفلنربيلتي لازم انا اتاكد انه عملها فيكسد اوكي. فانت في عندك ديسكريبشن هنا شو هي الفلنربيلتي هذه. انت بتشوف انت لو بتستخدم الووردبريس هل هاي الفلنربيلتي موجوده عندك او لا اوكي. طبعا الديت ريكوردد هي في 2022 شهر 9 27 9 2022. فانت هنا بتقرا بس اوكي. انت في عندك مثلا سيرفيس معين او ابلكيشن معين بدك تشوف فيه الفلنربيلتيز، فانت بتحب تشوف انه اوكي في والله فلنربيلتي اكتشفت جديده موجوده هيها انت ممكن تعملها اكسس، فبدك تحدث السيستم تاعك. طبعا كونك انك ما حدثت السيستم تاعك يعني انت الفلنربيلتي هذه موجوده عندك على السيستم، فالاتاكر ممكن يعمل يستخدموها كنقطه ضعف ويعملوا اتاك على السيستم تاعك، فانت لازم تعمل ابديت اوكي. طبعا الاتاكرز كيف بحدد يعني السيرفيسز الموجوده هذه فيها الفلنربيلتيز؟ طبعا باستخدام مثلا سكانينج تكنيكس، او بالاحرى هي سكانينج تكنيكس بيعمل انفورميشن جاذرينج وبيحدد الويب سايتس اللي مثلا احنا بنحكي على ووردبريس، بحدد الفيرجن تاعتها اوكي هذا مش معموله ابديت يعني يعني فيها هذه نقاط الضعف فممكن انا استغلها اوكي واعمل اتاك لووردبريس. فهنا عندك الفيرجن تاعت ووردبريس لسه يعني اقل، لو عندك الفيرجن تاعت اقل من او تساوي 2.1.0 فانت عرضه لهي الاتاكس، وبتقدر انت تتصفح كل في عندك كثير فيلنربيلتيز ومش شرط يكون ووردبريس، اي سيرفيس انت بتقدر تدور عليها من سي في اي ليست تقدر تدور عليها وتقدر تعمل تعدل عليها السيستم اوكي. خلينا نرجع هان. فهو هذا عباره عن ويب سايت ممتاز جدا اب تو ديت، بتقدر تحصل عليه على الـ على الـ على الريزلت تاعتك اوكي. فانت كل ما تدور يعني كل اي سيرفيس عندك مثلا، انا هان كانت النتيجه عندي على اعتقد على اس كيو ال، ففي عندك مثلا 1005 او 156463 اوكي 156463 فيلنربيليتيز موجوده في الاس كيو ال او ماي اس كيو ال على ما اعتقد كنا عملت سيرش عليها. فمن مبين من الشرح الفيلنربيليتيز انه في عندك اس كيو ال انجكشن اند اذر ستافس، هو على اللي هو خاص بالماي اس كيو ال. فهذه هي احدى كيف انك تحدد هل انت السيستم تاعك فيه vulnerabilities او not or not. فانت ممكن تستخدم هذا الويب سايت وتبحث اوكي، يعني keep yourself up to date على vulnerabilities لانه مجرد ما تعمل update اوكي انت عرضه لهي الاتاكس. عشان هيك من الضروري دائما يكون عندنا السيستم up to date اوكي. كونك انك ما عملت update للسيستم يعني انت في عندك عرضه لاتاكس بسبب عدم بسبب يعني قدم الفيرجن انت بتستخدمها. عشان هيك دائما السوفت وير مثلا الشركات بتسمح لك انك تعمل ابجريد او ابجريد، ما بتسمح لك تعمل داون جريد، لانه كل ما عملت ابجريد يعني انت هيك امنت نفسك او حليت مشاكل او سكرت الفيرنابيليتيز الموجوده عندك. بس لما تعمل داون جريد انت بترجع للمشاكل تاعت المشاكل القديمه وبتكون عرضه للاتاكس. فهذا موقع ممتاز ممكن انت تتصفح يعني تزوره وتشوف تشوف يعني شو هو الليتست سي في اي اوكي. ف خلينا نحكي الان على موضوع ثاني اللي هو النتورك مونيتورنج. ف مهم جدا عندنا ان لما نعمل انتروجنت او لما نعمل كشف عن اتاك في الشبكه يعني الايرلي ستيج تاعتك انه نراقب الشبكه اوكي. طيب هي يعني حتى المونيتورنج في الوضع الطبيعي يعني هو عباره عن ايرلي وورنينج او تحذير مبكر لشيء بده يصير اوكي. فلما نحكي على النتورك، لما نعمل نتورك مونيتورنج فاحنا ممكن نحدد نقدر الادمنستريتور يشوف في اوكي في عندي انوماليز في النتورك. طبعا هذه الانوماليز ممكن يعني تكون بسبب وجود مثلا اتاكس عندي بالنتورك، او ممكن تكون يعني بيربوسلي او بشكل متعمد يعني النتورك ادمنستريتور بيعمل ترابل شوتينج. على سبيل المثال مثلا لقينا في الشبكه عندنا في كتير من الباكيت الاي سي ام بي بورت ان ريشابل اي سي ام بي
host unreachable. طبعا لما نحكي host unreachable يعني في عندي scanning، يعني انا قاعد بعمل سكان على اجهزه randomly او blindly بشكل يعني عشوائي، واللي جهاز اللي مش اكتف بديني host unreachable. وفي نفس المنطلق انه لما احكي ICMP port unreachable، في عندي كتير port unreachable، يعني في عندي على الاغلب بكون عندي UDP scanning لاني انا قاعد ببحث على بورتس اوبن، ولما تكون هاي البورتس يعني كلوز الهوست او الاوبريتنج سيستم حيبعث لي ICMP port unreachable. فطبعا انا لما اكون مشغل نتورك مونيتورينج تولز واشوف هاي الباكيتات بشكل كبير، فانا بحتاج انه اعمل يعني مور يعني مور اناليسيز مور ترابل شوتينج، اشوف شو مصدر هاي الباكيتات. فالنتورك مونيتورينج ك يعني بيساعد كتير النتورك ادمنستريتور انه يحدد اذا في مشاكل في الشبكه او اذا في ابنورمال اكتيفيتيز في الشبكه. فزي ما شايفين احنا في النقطه الاولى ان the term network monitoring describes the use of the system that constantly monitors a computer network for slow or failing component and that notifies the network administrator in case of outages via email, pager or other alarms. يعني انا هان في عندي fail في النتورك، fail في الكومبوننتس، ولما يصير عندي الفيل انا بدي نوتيفيكيشن او بعلم النتورك ادمنستريتور بهاي الشغلات. طبعا لما يكون في عندي فيل ممكن يكون في عندي بسبب يعني في يعني بسبب يعني فيزيكالي زي ما في عندنا الكتريسيتي اوتجز، او يكون بسبب يعني بيربوسلي بسبب اتاكس مثلا على الشبكه. فانا النتورك ادمنستريتور بيصلوا نوتيفيكيشن او ان اشعار انه في اوكي في يعني something wrong in the network ولازم هو يتدخل. فالنتورك مونيتورينج اوف اول ترافيك ذات مونيتورينج اوف اول ذا ترافيك ذات جوز ثرو ذا نتورك انباوند اند اوتباوند ترافيك. الان خلينا نحكي على مصطلح النتورك مونيتورينج اللي هو طبعا يعني جزئية مهمة في network security. اوكي ففي network monitoring يعني هي tools بتساعد network administrator انه يحدد abnormalities اللي موجودة عندي في الشبكة. يعني عادة هي يعني بتعمل visualization للترافيك الموجود في الشبكة يعني بشكل يعني meaningful او بشكل يعني بيساعد network administrator انه ياخذ القرار الصح بشان الترافيك اللي موجود. اوكي فخلينا نحكي فور اكزامبل يعني اكزامبل مثلا على سبيل المثال هي نتورك مونيتورنج هي عباره عن يعني تولز زي ما شفنا مثلا الواير شارك. لما شغلنا الواير شارك عباره عن سنيفنج تول هي بتعرض لك كل الانباوند والاوتباوند ترافيك. فهذه احدى المين فانكشن انه نسنف ذا اول ترافيك يعني في الشبكه. فالنتورك ادمنستريتور مثلا لو لاحظ انه في عندي عدد كبير من ICMP في ICMP باكيتس موجوده في عندي في الشبكه. ICMP على سبيل المثال host unreachable and ICMP port unreachable. طبعا هذا عباره عن abnormalities لانه ال ICMP host unreachable وال port unreachable هو عباره عن sign او اشاره انه في عندي scanning في scanning. فscanning اما يكون على active host او اما يكون على active service. في حاله انه host port unreachable يعني انا في عندي scanning على active services، واذا كان في عنده host unreachable يعني في عندي scanning على active host. فلما network administrator يشوف هاي الترافيك الباكتس في عدد مهول اوكي فهذا عبارة عن اوكي early يعني warning انه في عندي مثلا شيء يعني abnormal بصير عندي في الشبكة، فلازم يتخذ القرار بشأن يعني اللي بيصير. اوكي فخلينا نشوف هذا مثال، لكن كتعريف انه the term network monitoring describes the use of a system that constantly monitors a computer network for slow or failing component and that notifies network administrator in case of outages via email, pager or other alarms. يعني انا في عندي مثلا في networks بصير في عندي يعني network بصير عندي slow fail components، فهذه network monitoring بشكل مستمر بتراقب الشبكه، واذا صار في عندي فيل في او سلو في النتورك بتبعت ترسل نوتيفيكيشن للنتورك ادمنستريتور
انه في عندي مثلا على سبيل المثال انه في عندي البرفورمانس تاعت الشبكة مثلا سلو، اوكي، فبتصل فنتورك ادمنستريتور في هذه الحالة لازم يشوف شو السبب لهي المشكلة. So network monitoring monitors all the traffic that goes through the network inbound and outbound. وهذا إشي مهم، يعني كل يعني ال network monitoring عنده visibility لكل traffic اللي داخل على الشبكة واللي طالع من الشبكة. وهي is a subset of functions involved in network management، وهي كجزء من ال network management. فباختصار هذه عبارة عن tools بتعمل capture ل network traffic، okay. عادة بتكون deployed على الـ gateway عشان تقدر تشوف الـ inbound والـ outbound traffic. الـ inbound والـ outbound traffic بنعملها analysis وبتنعرض للـ network administrator بشكل tabular أو form أو بشكل graphical form، بحيث إنه تساعد الـ network administrator إنه ياخذ اللي يفهم شو هذا الـ traffic وياخذ القرار المناسب. طبعا عملية الـ analysis ممكن برضو يعني report something، يعني something يعني على سبيل المثال انه يقول لك انه اوكي هذا في عندي مثلا suspected network or suspected network scanning او في عندي botnet. فممكن تساعد برضه انه الادمنستريتور يعني تعمل ريبورت لا 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 او شو هي الكونكلوجنز بناء على الاناليسيس تاعت النتورك مونيتورينج تولز. فهي باختصار النتورك مونيتورينج. اوكي، الان خلينا نشوف انه هاي نتورك مونيتورينج بتجاوبنا على الاسئله هذه. Who is accessing your network? Student, academic, staff, visitor or others. What are they accessing your network for? يعني هم يعني ليش هم عاملين اكسس للنتورك تاعتك؟ academic studies, social use, business use, illegal use. فهاي بتجاوبك على السؤال هذا. Where they are accessing your network from. هل هم عملوا اكسس من داخل الشبكه او من خارج الشبكه، مثلا باستخدام VPN or other techniques, and how are they accessing your network, remote, local, WAN, dial-up, Wi-Fi, or VPN. وآخر إشي بتجاوب على السؤال when did they access your network, today, yesterday, last week, and last month. طبعا هذه الأسئلة كلها يعني لو صار في عندنا fail, network performance صارت عندي slow، أنا برجع على الهيستوري بشوف مين اليوزرز اللي كانوا في وقت حدوث الـ يعني المشكلة في النتورك. فهذه بتساعدنا النتورك مونيتورينج انها تجاوب على هاي الاسئلة. طيب في عندي انواع انا للنتورك مونيتورينج، في عندي باسيف مونيتورينج وفي عندي اكتيف مونيتورينج. اوكي، في بالنسبة للباسيف مونيتورينج خلينا الآن نحكي على أنواع المونيتورينج تكنيكس. ففي عندنا نوعين زي ما احنا شايفين في السلايد هان. فالنوع الأول هو الباسيف مونيتورينج والأكتيف مونيتورينج. خلينا نشوف شو هو المقصود بالباسيف مونيتورينج. فالباسيف مونيتورينج هو uses the devices to watch the traffic as it passed by. يعني أنا بستخدم يعني أو التكنيك هذا بتستخدم devices بتراقب الترافيك اللي هو الانباوند والاوتباوند. فيعني لازم ضروري نعرف انه هذا المونيتورنج تول لازم تراقب كل الترافيك سواء كان انباوند او اوتباوند. لو راقبت مثلا انباوند ترافيك بتبطل يعني بتصير يوزلس. فلازم يعني يكون في عندها مونيتورنج لكل الترافيك اللي بيعدي على الشبكه واللي بيطلع من الشبكه. The passive monitoring devices are built periodically and information is collected to assess network performance and status. فهان انه بشكل دوري في عملية في البسف انه مراقبة البسف بتم بصير عندي كابشر للترافيك وبصير عملية تقييم لأداء الشبكة والحالة تاعتها. البسف approach does not increase the traffic on the network for the measurements, it's also measured real traffic. فهان احنا عندنا انه ما بتعمل increase للترافيك for the measurements. السبب هان انه هذه يعني لما نحكي انه باسيف يعني انه ما انا يعني التولز ما بتبعت اي باكيتس. اوكي، كونها انه ما بتبعت اي باكيتس يعني ما في عندي انكريز للترافيك. فهذا هي فائده الباسيف، انه ما في اي ترافيك بنبعت من التولز للشبكه عشان انا اقيمها او اعرف شو هي الستاتس تاعتها. So the passive techniques is extremely valuable in the network troubleshooting. However, they are limited in their
ability to emulate error scenario or isolate the exact fault location. اوكي فهان إز يعني بحكي انه الباسيف هي مهمه في عمليه ترابل شوتينج او تحديد المشاكل، لكن في عندها ليميتيشن في محاكاه الايرور سيناريوز او عزل الفولت لوكيشنز او موقع الخطا. طب السبب هذا ليش؟ لانه زي ما حكينا انه احيانا انا لما يصير في عندي خطا في او 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 مشاكل في الشبكه، الباسيف هي زي ما حكينا هي يعني بشكل دوري بريودكلي، لكن انا لو بدي اعرف مثلا يعني what are the exact status of the network لازم انا ابعت باكيتس. اوكي في الحاله هذه الباسيف ما بتفيد في الـ في الـ في السيناريو هذا. اوكي فانا لازم استخدم نوع ثاني من المونيتورنج تكنيكس اللي حنحكي عليها في السلايد اللي بعد هذا ان شاء الله. So since the passive approach may require viewing all the packets in the network, there can be a privacy or security issues about how to access and protect the data gathered. طبعا هذا انه بحكي لك انه الباسيف ابروش او تكنيك بتلزم انك تشوف كل الباكيتس، وهذا ممكن تكون يعني فيها privacy issues لانك بدك تشوف انت شو انت بتعمل issues about how to access and protect data gathered. يعني انت بتعمل capture لكل traffic، لكن كيف انت بدك تعمل كيف بدك تحافظ انه على الكابشر الترافيك هذا او انت الترافيك اللي شفته كله ما يستخدمش بطريقه الليجل، او تحافظ على البرايفسي تاعته او الخصوصيه تاعته. فهذه احدى المشاكل الموجوده في هذه التولز. طبعا في بعض الحلول يعني ممكن يعني تستخدم هان عشان نقدر انه نحافظ على الداتا برايفسي. على سبيل المثال ممكن انه تقدر تعمل كابشر للباكيت هيدر، ما تعمل اجنور للكونتنت، او تقدر مثلا انت لما اذا بدك تعمل فيوينج للداتا وتخزنها يعني عشان تستخدمها يعني هيستوريكالي او في وقت لاحق، ممكن تعملها انكريبت، ما تخزنها بالكابتشرد فورم. ففي طرق يعني كتير عشان تتغلب على مشكله او مينتين داتا برايفسي او تحقق الخصوصيه في الداتا. طب النوع الثاني اللي هو الاكتيف مونيتورنج. الاكتيف مونيتورنج هو relies on the capability to inject test packets into the network or send packets to servers application following them and measuring the service obtained from the network. طبعا هذا صار هنا عكس الباسيف. الباسيف احنا بنحكي periodically pull or capture traffic، لكن هنا لا، هنا انا بعمل test packet او ببعت test packet على network او بعمل send packets للسيرفر application اشوف انا الستاتس تاعتها. لهذا السبب it does create extra traffic and the traffic or its parameters are artificial. However, the volume and other parameters of the introduced traffic are fully adjustable and small traffic volume are enough to obtain meaningful measurements. فهان بحكي it's okay يعني انه هذا المونيتورنج تول بتبعت تيست باكيت او بتعمل سند لباكيت للسيرفر الابلكيشنز، لكن هذه الباكت اللي هي artificial او crafted حجمها قليل او ممكن يعني نعمله adjustable، او يعني small traffic volume او حجم صغير من هذا الترافيك انا ممكن يعطيني meaningful measurements او يديني يعني meaningful insights يعني شو هي المشكلة الموجودة عندي على الشبكة. So on the other hand, the active technique provides precise control of the generation of the packet for the measurements scenario. This includes control of the nature of the traffic generation, sampling technique, the timing, frequency, scheduling, packet size and types, statistical quality and path. فهنا بحكي انه الactive techniques يعني provide precise يعني control for generation of the packet for the measurement. يعني احنا في عندنا زي ما حكينا في السلايد في البوينت نمبر 1 في عندنا باكيت جنريشن، في عندنا باكيت جنريشن اللي بتلزم انه اعمل تيست لباكيت او سند لباكيت، لكن هذه التكنيكس بتقول لك انه بتدي بريسايز كنترول او يعني تحكم دقيق في جنريشن للباكيت فور ذا ميجرمنت سيناريو، او يعني عشان تحدد الميجرمنت سيناريو. وهذه يعني الكنترول بتشمل
nature of traffic generation, sampling techniques, and statistical quality and bath. فهان في عندي أنا بدنا نحكي إنه في عندي control على generation لل send packets اللي بتنبعت في في active techniques, وبالإضافة إنه small traffic volume من generated packets هذه are enough to obtain meaningful measurements. اوكي يعني مش راح تاثر على الباندويث او مش راح تعمل ديسترب للنتورك كوميونيكيشنز, لانه ما بلزمني اني انا ابعت عدد مهول من الباكيتس عشان اشوف الستاتس او اعمل اسس للنتورك بيرفورمانس او ستاتس. اوكي فهذه هي خلاصه الاكتيف يعني مونيتورنج. فصار هيك في عندنا زي ما حكينا انه في عندنا الماسيف في عندنا الاكتيف. اوكي فاحنا هيك خلصنا النتورك مونيتورنج. طبعا هو النتورك مونيتورنج ممكن يكون يعني انتجريتد مع السكيورتي ميكانيزم او استخدمه مع السكيورتي ميكانيزم زي الانتروجن ديكشن سيستم اي بي اس او هاني بوتس او فاير وول. اوكي فاحنا خلينا نحكي انه في الـ في الـ في المحاضره هذه احنا حنحكي على الاي دي اس والاي بي اس زي ما حكينا, والهاني بوت زي ما حكينا في الليرنينج اوبجكتيف. فهذه المونيتورنج تولز ممكن نعمل انتجريت لهي السكيورتي ميكانيزم. فخلينا نحكي على اول سكيورتي ميكانيزم اللي هي الانتروجن ديتكشن سيستم او اختصارا الاي دي اس, واللي هي انظمه كشف التسلل. سو ديفايند از انسترومنت تكنيكس اند سورس ذات سبورت ذا ديتكشن ايفالويشن اند ريبورتنج اوف ليست اور فوربيدن نتورك سكيورتي. يعني هذه عباره عن ديفايند انسترومنت. IDS defined as instrument techniques sources that support detection, evaluation, and reporting of illicit or forbidden network security or network activity. طبعا هان احنا بنحكي على الادوات والتكنيكس والمصادر اللي بتساعد على الكشف او بتقيم او بتعمل reporting ل illegal activity او شيء او اشي يعني مش صحيح في الشبكة. Okay, so IDS are frequently highly helpful in identifying the breaches of corporate security policy and other internal risk. طبعا هي بتساعد كتير في عملية تسريب أو breaches of corporate security policy and policies security and also other internal risk أو risk داخلية. بالإضافة إنه can detect and respond to both insider and external attacks. فهو بيقدر يعني يعمل response و detect أو كشف لل inside وال external attack. So monitoring, detecting and responding to illegal activity are the three key security functions performed by IDS. فهدول احنا في عندنا ثلاثه مين فانكشنز انه الاي دي اس بيعملها: مونيتورنج, ديتكتنج اند ريسبوندنج. فزي ما حكينا المونيتورنج انه بنقدر نعملها انتجريتنج في الاي دي اس, وزي ما انتم شايفين هي احدى الكي فانكشن اللي موجوده في الاي دي اس. اي دي اس كان اولسو رياكت تو ذا سكيورتي بريتش ايفنت اوتوماتيكلي باي اكتيفيتنج سام سكريبت ديسيبلينج يوزر اكاونت اند لوكينج of users. يعني هذا بقول لك احدى الميديكيشنز او ريسبوندينج تكنيكس, بحيث انه لو الاي دي اس كشف عن اتاك معين فممكن يعمل ريسبونس له اوتوماتيكلي على سبيل المثال ديسيبل او ديسيبلينج يوزر اكاونت او يعمل لوج اوف لبعض اليوزرز. At the main gateway IDS is installed to keep track all the traffic and to compare the traffic packet to predefined rules. So this rule were developed to detect suspicious packets such as warm packet or abnormal or anomalous traffic. So عندنا احنا هندر deployments لل IDS لازم تكون على gateway عشان يقدر يعمل capture لل inbound and outbound traffic and ويفحص هاي ال inbound and outbound traffic predefined rules. Okay. طبعا ممكن تكون rules, ممكن تكون على سبيل المثال ممكن يكون detection model developed باستخدام الديب ليرنينج او المشين ليرنينج.
لكن الفكرة هان إنه لازم يكون الـ IDS يقدر يقرأ الباكتس الـ inbound والـ outbound، والرولز هذا الـ predefined يكون في عنده predefined rules، أو الـ predefined rules هذا عادة بتستخدم كسيجنتشرز. أوكي، ويقارن هاي الباكتس في الـ predefined rules. طبعا إذا طبعا في ماتش ممكن تكون هذه suspicious packets زي computer زي warm packets أو anomalous traffic. طيب في احنا حكينا على الانتروجين ديتكشن سيستم، فاول كي وورد عندنا انتروجين. شو هو تعريف الانتروجين؟ So attack and intrusion can be viewed from a number of perspectives, the intruder and victims. يعني في من وجهة نظر الفيكتيم والانترودر في ممكن نعرف او نشوف الانتروجين. So an intrusion has taken place if the attack is considered successful from the victim point of view. The victim has experienced some loss or consequences. يعني من ناحية ال victim point of view انه لو الاتاك حصل successfully وال victim يعني experienced some losses or consequences، هذا بيعتبروه يعني انه بيعتبر انه ال intrusion already taken place وحصل بشكل يعني بشكل ناجح. So vulnerability in the victim system that is exploited by the intruder with the objective to enable the successful attack. زي ما حكينا احنا دائما عندنا ال entry point او نقطة الدخول او الاتاك دائما بتتم على ال vulnerability اللي موجودة على ال victim system، اللي هي حكينا عليها بتكون بعض النقاط الضعف اللي بتكون موجودة في ال victim system اللي بيستغلها الاتاك عشان يعمل اتاك للسيستم. So the intrusion process ends when some or all objective of the intruder are realized or the intruder gives up. فها بحكي انه البروسيس تاعت الانتروجنز يعني بتكون بتخلص لو في لو بعض او كل objective of the intruder are realized or the intruders are give up. خلينا الان نحكي على فوائد الـ IDS او بعض من فوائد الـ IDS. فأول شيء monitor the operation of firewall, routers, key management server and files critical to other security mechanisms. يعني هان هو بيحكي الفاير ال IDS بيعمل مراقبة للoperation للcrucial component الموجودة على الشبكة، زي الفاير ال operation للfirewall, الراوتر والkey management and other security mechanisms. So تاني نقطة allow the administrator to adjust, arrange and comprehend the operating system audit trial and others logs which are frequently incomprehensible. ففي عندي هان احنا اللوجز بالعادة هي غير مفهومة مش متكاملة، فال IDS بيسمح انه ال administrator يعمل انريش لهي اللوج، يعني يغذيها وتكون اكتر فهما وتكون meaningful لل network administrator. Can make the security management of the system by non-expert staff possible by providing a nice user-friendly interface. يعني هان إحنا ال يعني مش شرط يكون في عنا expert staff عشان يقدر يستخدم ال IDS. ممكن نخلي ال IDS يخلي non-expert staff يستخدم ال security management أو يخلي ال make the security management easier عن طريق النايس يوزر فريندلي انترفيس، او واجهه هي تكون يعني سهله الاستخدام لليوزر بحيث انها تسهل عليه فهم سكيورتي مانجمنت اوف ذا سيستمز. كم وذ ان اكستنسيف اتاك سيجنتشر داتابيز. يعني هان في عندي انه زي ما حكينا احنا ضروري نفهم انه السيجنتشر داتابيز هي هذه بتخص الاتاكس، يعني زي النتورك وورمز او الفيروسز او بالاحرى النتورك وورمز. اوكي، فهذه السيجنتشر داتابيز تستخدم انه عشان اقدر اعمل تشيك للانكمينج ترافيك، لما يجي عندي انكمينج ترافيك اعمل اكستراكت للباكيت بيلود واعمل ماتش بين الاكستراكتد باكيت بيلود او الاشياء انا استخرجت من الباكيت بيلود مع السيجنتشر داتابيز هذه. اذا في ماتش بكون في عندي هذه الباكيت عبارة عن malicious packet أو non-legitimate packet، فبقدر أعملها detect أو كشف. فال IDS بيجي بextensive
Attack Signature Database، يعني عبارة عن database يعني بتحتوي على عدد كبير من السيجنتشرز، أو ممكن هذه الداتابيز أعملها update بشكل frequently عشان أقدر أضيف أكثر latest attack signatures. Can recognize and report alterations to data file. ممكن الـ IDS يقدر يعمل recognize أو يتعرف ويعمل report يعني لأي تعديل في الـ data files. أوكي، فهذه إحدى يعني بعض من فوائد الـ Intrusion Detection System. خلينا نحكي في السلايد هذا على أنواع الـ Intrusion Detection System. فزي ما انتم شايفين في السلايد في عندنا ثلاث انواع. اول نوع الهوست بيست او اختصارا HIDS، ثاني نوع النتورك بيست اختصارا NIDS، واخر نوع اللي هو الهايبريد. فهي هدول هم الثلاث انواع اللي خاصين بالIDS. خلينا نبلش في شرح اول نوع اللي هو الهوست بيست. فالهوست based intrusion detection system is an intrusion system that is capable of monitoring and analyzing the internals of computing system as well as the network packets in it on its network interfaces. طبعا من الاسم host، يعني ال IDS هذا بنزل على الهوست. اوكي، بعمل analyze لل internals of computing system. internals يعني ممكن تكون الفايلز الخاصة في operating system، بالإضافة للباكتس اللي بتكون جاية على الـ NICs. ممكن يكون في عندي NIC 1 أو كارت شبكة 1 أو 2 كارتس، حسب أنت أو حسب أنت شو بتستخدم، مثلا نوع من أنواع الكونكشن أو إيثرنت كونكشن واي فاي. فهذا الهوست هو بيعمل أنالايز للترافيك اللي جاية على النتورك انترفيسز. فهذا هو أول نوع اللي هو الهوست IDS. تاني نوع اللي هو Network Based أو اختصارا NIDS، فهو عبارة عن Dedicated Network Device known as NIDS. IDS are dispersed throughout the network and are used to track and examine the network activity. يعني هذا عبارة عن Dedicated، يعني عبارة عن Network Devices مخصصة انها تكون منتشرة على الشبكة. اوكي، وتراقب او تعمل تراك او للاكتيفيتيز الموجودة على النتورك. So IDS uses packet sniffing techniques to extract the data from TCP IP packet or other protocol that are moving through the network as opposed to analyzing the data that originates and resides on host. اوكي، فهنا عندك الـ IDS هو عبارة عن sniffing techniques، بتستخرج الداتا من الـ TCP والـ IP packets وأنواع أخرى من الـ protocols. طبعا لما نحكي احنا على الـ packets بنحكي على inbound and outbound packets، يعني بنحكي على كل الـ packets أو كل الترافيك اللي موجود اللي بدخل على الشبكة وبطلع من الشبكة، على عكس من analyzing الداتا اللي هي بتكون موجودة على الهوست، يعني بعكس الـ NIDS بعكس الهوست intrusion detection system. So the majority of NIDS record their action and alert or report suspicious incidents. يعني انه معظم الـ IDS هو بشكل عام الـ IDS بيعمل record للـ actions والالرت والريبورت suspicious incidents. فهذا احدى الفانكشنز اللي بيعملها الان IDS او الفانكشنز. والنتورك بيست IDS work best when located on the DMZ، او هذا حكينا عنها بالتفصيل، اللي هي يعني اللي موجود فيها السيرفيسز اللي معمولة اكسبوز الانترنت او بتستخدم الانترنت، or on any subnet containing mission critical server and just inside the firewall. طبعا هذه يعني وين النتورك بيست يعني بكون اداؤه افضل. زي ما انتم شايفين حكينا انه يا بكون في ال DMZ او بكون في any subnet containing mission critical servers and just inside the firewall. طبعا في المثال السابق كانت الهوست IDS
اوكي ديبلويت على الهوست، ها احنا ديبلويت وين على الجيت واي. اوكي في عندنا جيت واي او كونكتد من على الميرورينج بورد تاع الجيت واي عشان اقدر اشوف كل الترافيك اللي داخل واللي خارج من الشبكة. اوكي واقدر احدد انه اذا في عندي malicious activity او not. اوكي النوع الاخير اللي هو الهايبريد. الهايبريد انتروجين ديتكشن از يعني من الاسم از كرييتد باي كومبايننج تو اور مور انتروجين ديتكشن سيستم ابروشز، يعني هوست او نتورك. ان ذا هايبريد انتروجين ديتكشن سيستم نتورك داتا از ميرجد وذ ذا هوست ايجنتس اور سيستم داتا تو كرييت ا كومبريهنسيف بيكتشر اوف نتورك سيستم. يعني هان انه الداتا نتورك داتا بعملها ميرجد او بدمجها مع الهوست ايجنتس or system data عشان يكون في عندي صورة أكثر دقة أو أكثر تفصيلا على نظام الشبكة. طبعا إحنا هنا في عندي يعني في عندي two source of data، data جاية من ال host و data جاية من ال network، بيعملهم combine أو عشان أقدر أحدد بشكل أكثر دقة على نوع أو شو أسباب المشاكل اللي بتصير في network أو في ال عمين في التارجت نتورك تاعتي. So in comparison to to other intrusion system the hybrid system is more effective، زي ما حكينا انه بدينا comprehensive picture of network system. فهذا هو النوع الاخير من ال IDS. طب خلينا نشوف شو الفرق بين ال host based وال network based يعني باعتمادا على اكثر من من متريك. خلينا نحكي انه الهوست بيست نارو ان سكوب واتش اونلي سبيسيفيك هوست اكتيفيتي، لكن احنا في النتورك بيس في عندنا برود ان سكوب لانه بشوف كل النتورك اكتيفيتي. مور كومبلكس سيت اب ايزير سيت اب. اوكي احنا لما نحكي مور كومبلكس سيت اب لانه هوست من هوست لهوست بيختلف، ممكن تختلف الكونفيجريشن بتاعتي، ممكن يختلف الاوبريتنج سيستم، فا كومبلكس سيت اب. في النتورك انا محتاج بس اكون في عندي ديديكيتد ديفايس، وهذا الديديكيتد ديفايس يكون قادر انه يكون كونكت على الجيت واي ويقدر يشوف كل ترافيك، فا ايزير تو سيت اب. بيتر فور ديتكتنج اتاكس فروم انسايد، بيتر فور ديتكتنج اتاكس فروم اوتسايد. يعني هان الهوست بيس فروم انسايد اوكي افضل، والنتورك افضل في عمليه ديتكشن اتاكس من الخارج. more expensive to implement and less expensive to implement. السبب انه most more expensive طبعا نزل على كل هوست، less expensive زي ما حكينا ممكن يكون في عندي انا ديفايس واحد فقط وهذا الديفايس هو اللي يقدر يعمل مونيتورنج لكل النتورك الترافيك سواء كان inbound او outbound. detection is based on what any single host can record. هنا detection is based on what can be recorded on the entire network. اوكي زي ما حكينا النتورك هو بيعمل مونيتورنج للنتورك اكتيفيتيز، لكن في الهوست بيس انا بعمل ديتكت بناء على سنجل هوست اكتيفيتي. does not see packet header examine packet header. اوكي فهنا الهوست بيس ما بيشوف الباكيت هيدرز يعني اكتر على الفايلز ممكن يشتغل، لكن الاكزامن لكن النتورك ما ممكن يعمل اكزامن للباكيت هيدرز. usually only response after suspicious log entry has been made near to real time response. يعني هان الهوست بيست يعني respond يعني لما يكون في عندي suspicious log entry، لكن في النتورك ممكن يعني الاكشن تاعه الرياكشن تاعه بكون close to real time. OS specific OS independent يعني هذا يعني يعني OS specific يعني مش بلاتفورم اندبندنت، اما بعكس النتورك هو او اس اندبندنت. اخر شيء اللي هو ديتكت لوكال نتورك بيفور ذي هيت ذا نتورك، ديتكت نتورك اتاكس از ذا بيلود از انالايزد. فهنا في عندنا ديتكت لوكال اتاكس بيفور ذي هيت ذا نتورك، يعني انه هو بيعمل ديتكت الاتاك قبل ما تعمل يعني تارجت النتوركس، لاني انا لوكال اتاكس هي عاده بتكون بالهوست
وممكن تعمل بروباجيت للشبكة أو النتورك اللي هي بتكون اللي هو بيكون الهوست كونكتد إلها. فأنا ممكن أعمل ديتكت للوكال أتاكس اللي هي بأوريجينيت من الهوست قبل ما تعمل تارجت أو هيت النتورك. أنا بعمل ديتكت للنتورك أتاكس as the payload is analyzed، أو بقدر أكتشف إنه النتورك أتاك لما أعمل أنالايز للبيلود. طبعا كيف هذا بتصير الخطوة، إنه في البيلود عملية الأنالايز للبيلود أنا بعمل إكستراكشن للسيجنتشر أو للبيلود نفسه وبقارنها في السيجنتشر داتابيز إذا في الخاصة بالاي دي اس. طبعا إذا في ماتش بين البيلود وأي سيجنتشر موجود في الاي دي اس سيجنتشر داتابيز بيكون في عندي هنا أتاك وممكن أعمل له ديتكت. سوري اوكي. فالاخير عندي verify source of failure of attacks، وعندك هان detect unsuccessful attacks attempt. فهان في عندك verify success or failure of attacks. طب الان خلينا نحكي على logical places for intrusion detection system. فاول place ممكن يكون between your network and extranet، يعني بين local network والexternal network، او in the DMZ before the firewall to identify the attacks on your server in DMZ. زي ما حكينا انه DMZ هو عبارة عن زون تحتوي على السيرفرز اللي بتحتاج بتحتاج access للانترنت. فممكن انا اعمل firewall يكون يعني before the firewall اللي موجودة في DMZ. تاني place اللي هو between the firewall and your network to identify the threat in case of the firewall penetration. طبعا هان انه الاي دي اس بكون موجود بين الفايروول والنتورك بحيث انه لو الفايروول صار له بنتريشن او اختراق الاي دي اس يقدر يمسك او يكشف الاتاكس هذه. if possible between your server and user community servers or user community to identify the attacks from inside on the intranet FTP and the data base environments. يعني هان بين السيرفر واليوزر كوميونتي عشان اقدر احدد الاتاكس من داخل الانترنت او الاف تي بي او الداتا بيز انفايرمنت. اوكي زي ما انتم شايفين هان في عندك اللوكيشن اوف دي يعني اكزامبل على اللوكيشن اوف دي اوف ذا اي دي اس. في عندنا هان رانا اي دي اس بيفور ذا فاير وول. اوكي في عندنا ممكن عندك دي ام زد ويب سيرفرز، ممكن انزل اتش اي دي اس اي دي اس على كريتيكال باك اند سيرفرز. اوكي وزي ما حكينا في نظام الهايبريد برضه ممكن استخدم الاتش اي دي اس والان اي دي اس بحيث ان انا اعمل كولكت لديتا فروم الهوست وكولكت لديتا فروم النتورك واكون اكثر دقه في تحديد المشكله اللي بتواجه الشبكه. طيب خلينا نحكي على الديتكشن ميكانيزم اللي بتستخدم في الاي دي اس. في عندك نوعين، اول نوع اللي هو السيجنتشر بيست وثاني نوع اللي هو الانومالي بيست. اوكي خلينا نبلش بالسيجنتشر بيست. سو سيجنتشر بيست اي دي اس ماتش ذا كرنت بيهافير اوف ذا نتورك اجينست بري ديفاين اتاك باترنز. سو الاتاك باترنز اللي هي السيجنتشرز. اوكي فانا يعني بعمل ديتكت او بعمل ماتش للكرنت بيهافير باستخدام بري ديفايند اتاك باترن. هي مخزنه بتكون عاده بسيجنتشر داتابيس. سيجنتشر ار بري كونفيجرد اند ستورد اند ديفايس اند اي سيجنتشر ماتشز ا سيرتن اتاك. يعني كل اتاك عندي بكون له مخزن عندي مسبقا سيجنتشر بحيث انه لو اجى الاتاك هذا عن طريق طبعا الباكيتس فانا بقدر اعمل اشوف الباكيت بيلود اطلع السيجنتشر واعمل كومبير بين السيجنتشر الموجود في الاتاك والسيجنتشر الموجود في الداتابيز. واذا صار ماتش اقدر اعمل له ديتكشن. they need a signature for each attack and must also store it. طبعا هذه برضه هذه احدى عيوب السيجنتشر انه لازم انا احتاج لكل السيجنتشر لكل اتاك واخزنه في السيجنتشر داتابيز. This requires specific knowledge of each attack and storage costs grow with the number of attacks. يعني هان احنا بنحكي انه عدد الستورج ممكن تزيد بزيادة عدد السيجنتشرز للاتاكس، ولازم انه يكون عندنا specific knowledge او معرفة في السيجنتشر لهي الاتاك.
So signatures are easy to develop and understand if you know what network behavior you are trying to identify. However, because they only detect known attacks, a signature must be created for every attack. Okay, فهنا السيجنتشر اللي بنحكي انه easy to develop and understand. لو احنا عارفين شو هو النتورك بيهيفيرز اللي بدنا نعمل له كشف او تحديد، لكن انه عمليه لكن بسبب انه الاتاك هذا ممكن انا اعمل له ديتكت، لازم اضيف او اعمل كرييت لسيجنتشر فور افري اتاك. اوكي، فعندي يعني لو ما في عندي سيجنتشر للاتاك هذا ما راح اقدر اعمل ديتكشن او ما اقدر امسكه. عشان هيك يعني احدى عيوب السيجنتشر بيست اي دي اس ما بتقدر تكشف الزيرو ديز اتاك او النيولي ريليست اتاك، لانه السيجنتشر تاعتها مش موجوده، مش مخزنه عندي في الداتابيز، او لو عندي السيجنتشر داتابيز مش معمولها تحديث برضه مش راح اقدر اكتشف الاتاكس هذه. فانا لازم اكون الداتابيز او السيجنتشر داتابيز اب تو ديت. اوكي، ف So, زي ما انتم شايفين in this type of detection IDS check the incoming packet payload and system log files against the network attack signature that they already stored in the IDS database. في عندي an alert will be triggered when a match is found. يعني انا بحكي زي ما حكينا بتجيني البيلودز بقدر اعملها extract، بفحص البيلود الكونتنت تاع البيلود مع السيجنتشر داتابيز، اذا في عندي ماتش بصير عندي alert، بصير عامل لي detect للسيجنتشر. One advantage of signature-based detection is the ability to detect known attack with a high accuracy rate. However, okay, signature-based detection system cannot detect zero-day or newly released attack. زي ما حكينا السبب الرئيسي إنه newly released attack أو zero days attacks إن signature تاعتها مش موجودة عندي في الداتابيز. Okay, لكن ال attacks اللي attacks اللي السيجنتشر تاعتها موجوده في الداتابيز انا بقدر يعني اعملها ديتكت او كشف بدقه عاليه جدا، لانه هي عباره عن عمليه ماتشنج. اوكي، سو اف يعني سيجنتشر ماتش مع يعني سيجنتشر تاع الاتاك مع سيجنتشر المخزن في الداتابيز صار له ماتش، انا بقدر اكتشفها بنسبه 100%. اوكي، لكن احدى عيوبه زي ما حكينا انه ما بيقدر يمسك الزيرو ديز او النيولي ريليست اتاك. بالنوع الثاني اللي هو anomaly based IDS. So anomaly based IDS is a profiling program that will be created for a normal behavior of the network. Okay, so which will be used by the anomaly based intrusion detection system as a baseline. Deviation from the baseline will be treated as anomaly or possible intrusion. يعني أنا هان في anomaly في عندي بصير عندي profiling program. Okay, هذا the profiling program بيكون لي normal behavior على network. طيب يعني والبروفايلنج بروجرام هذا بستخدمه كبيز لاين. اوكي، سو البيز لاين هذا اي يعني اي انحراف عنه او يعني خلينا نحكي انه البيز لاين هذا عباره عن ثريشولد. لو انا تعدينا الثريشولد هذه بتعامل مع يعني هذا بكون عندي بوسيبل اتاك او انتروجين. بمعنى يعني على سبيل المثال انه في عندنا بروفايلنج بروجرام، على سبيل المثال حاليا نحكي انه نمبر اوف اتش تي تي بي باكيتس مثلا من الساعه 10 للساعه 11 في النورمال سيتويشن، في البروفايلنج سيتويشن مثلا 1000 اتش تي تي بي باكيتس. اوكي، فنمبر اوف مثلا دي ان اس باكيتس من الساعه 10 للساعه 11 برضه مثلا 100 باكيتس. فانا بنشئ البروفايل هذا. اوكي، فبعمل البروفايل لمده اسبوع. اوكي، في الاسبوع اللي بعده بقيس الداتا او بعمل مجر للداتا بناء على البروفايل انا انشاته. اوكي، مثلا انا حكيت انه عندي يوم الاثنين من 10 ل 11 عدد الاتش تي تي بي 1000، فالاسبوع اللي بعده يوم الاثنين كان في عندي مثلا 1200، فانا هذا صار عندي ديفيشن عن البيز لاين، فبعتبره ايش؟ انوملي اتاك. اوكي، فone of the advantage of this detection mechanism is that able to detect zero days attack. لأن أنا بعتمد على behavior ما بعتمد على signature. أوكي، يعني ال anomaly كتير techniques ممكن أستخدمها في ال anomaly،
بروفايلنج بروجرام از يعني يمكن اعمل جنريت يعني هذا فيري سمبل اكزامبل انا طرحته انه عدد الباكيتس، بس ممكن انا انشئ برضه البروفايلنج بروجرام عن طريق مثلا الماشين ليرنينج او الديب ليرنينج، اعمل ديدكشن موديل اوكي واستخدم هذا الديدكشن موديل في عمليه الاتاك للزيرو ديز اتاك. فاحدى هذه الادفانتس، لكن في برضو عندك عيوب انه في ذيس ديتكشن ميكانيزم از ذات ذا ديوريشن سبيند اون بروفايلنج ذا نورمال ترافيك بيهافير يعني اوف ذا نتورك. يعني في عندنا احنا الوقت اللي نحن بدنا سبيند في البروفايلنج وقت كتير كبير بكون اوكي، فهذا احدى عيوب الانومالي ديتكشن انه بياخذ وقت طويل عشان ينشئ البروفايلنج بروجرام هذا. وبالإضافة إنه البروفايلنج بروسيس must be repeated if changes occur in the target environment. يعني لو مثلا أنا بعمل بروفايلنج بروجرام لشبكة فيها 10 أجهزة أوكي، ضفت كمان 10 أجهزة أو ضفت مثلا كسيرفيس جديدة، فلازم أعمل ريبيت أو يعني أعيد البروفايلنج بروسيس تاعتي. So this situation is known as the drift problem, which is complicated, which complicates the correction or the creation of the normal traffic profile. Okay, فهذه يعني two drawbacks. أول شيء إنه بياخد وقت طويل عشان أنشئ the profiling system. تاني شيء إنه لو في عندي changes في environments أنا لازم أعيد the profiling program. ولاحظوا انه البروفايلنج بروجرام ممكن أن يكون في عندي كتير تكنيكس انا استخدمها عشان انشئ البروفايلنج بروجرام اللي بنحكي عنه هذا. احدى التكنيكس هذه والشائع دائما في الانوملي اللي هي باستخدام الاي اي، باستخدام مثلا ماشين ليرنينج موديل او ديب ليرنينج موديل. فهذا هو الانوملي بيست ايدياز اوكي. فخلينا الان نحكي على، خلصنا من موضوع الاي دي اس، خلينا نحكي على موضوع البريف اللي نحكي شو هو الانتروجين بريفنشن سيستم. سو انتروجين بريفنشن سيستم also known as intrusion detection and prevention system are networks security appliances that monitor network and or system activities for malicious activity. Okay. The main function of intrusion detection system are to identify malicious activity, log information about the activity, attempt to block, stop and report it. Okay. So يعني زي ما احنا شايفين انه looks similar او close to IDS، لكن في فروقات عندنا اوكي، فروقات بين IDS والIBS اوكي. فاول نقطة انه بقولك انه هي عبارة عن security appliances، انه بتقارن يعني بتراقب الشبكة والsystem activities او نشاطات السيستم لعشان تكتشف اي malicious or abnormal activity. اوكي في تاني نقطة انه المين فانكشن الها انه بتحدد الماليشيس اكتيفيتي، بتقدر تعمل لوج للانفورميشن، بتعمل اتمت، بتقدر تاخذ ري اكشن اند ريبورت ذا بروبلم. لكن ايش الفروقات بين الاي دي اس والاي بي اس؟ اول شيء خلينا نشوف السيميلاريتيز. سو بوست سيستم مونيتور اوكي، افتر سيت اب ذيس بروجرام كان لوك اوفر ذا نتورك وذين ذا باراميترز يو سبيسيفاي and they will work until you turn off them. So اثنين بيقدر يعمل مونيتور، اثنين بيقدر يعمل alert. Both program will send notifications لو في عندي اي مشكله في الشبكه. Learn both can use machine learning to understand pattern and emerging threats. هذه خاصه لو بنحكي على الـ anomaly based IDS. والـ IDS والـ IBS بيعملوا looks. Both will keep record of the attacks and responses so you can adjust your protection accordingly. اوكي فهذول السيميلاريتي بيناتهم، لكن الفروقات من ناحيه ريسبونس، الاي دي اس از باسيف while the اي بي اس از ان اكتيف كنترول سيستم. يو ماست تيك اكشن افتر ان اي دي اس اليرت از يو سيستم ويل از ستيل اندر اتاك. سو بروتكشن ان اي دي اس offer less help when you are under threat. You must figure out what to do when you when to do it and how to clean up the mess. And IBS does all of this for you. فهاد عملية البروتكشن انه بيحكي ان IBS افضل في عملية الرياكشن اوكي.
طبعا الاي دي اس برضه زي ما حكينا انه في بيقدر يعمل رياكشنز، بس عمليه الرياكشنز في الاي بي اس بتكون افضل. فولس بوزيتيفز اف ان اي دي اس جيف يو ان اليرت اباوت سمثينج ذات از تروبلسم ات اول يو ار اونلي وان انكونفينينسد اف ان اي بي اس شت داون الترافيك ماني بيبل كود بي امباكتد. اوكي، فهان انه الاي دي اس مشكله الفولس بوزيتيف، يعني فولس بوزيتيف يعني انا في عندي شيء كنتورك ادمنستريتور حددته انه هو اتاك، لكن هو بالفعل مش اتاك. اوكي، يعني انا اقول انه بناء على الاليرت اللي اجتني من الاي دي اس، اوكي انا استنتجت انه اي دي اس، انه هذا انتروجن. فانا رحت عملت اكشن من رياكشن، اذا مثلا عملت ديسيبل يوزر اكونتس اور وات ايفر، لكن لاحقا اكتشفت انه لا، يعني التشخيص كان خطا. فانت الوحيد اللي حتكون، يعني النتورك ادمنستريتور هو الوحيد اللي حيكون في في يعني في في وضع مش انكونفينينس، يعني وضع مش مريح، او الكل يعني يعني ران افتر ذا نتورك ادمنستريتور، لان تشخيصه بالبدايه ما كان صح. اوكي، فهذا بسموه فولس بوزيتيف، يعني انت تعمل تحدد الاشي انه اتاك هو، لكن بالفعل هو نورمال. اوكي، فهذا تحديد الاتاك وانه نورمال بناء على الاليرت اللي بيبعتها الاي دي اس. فهذه احدى الفروقات اللي بين الاي دي اس والاي بي اس. خلينا نحكي على اخر شيء عندنا اللي هو الهاني بوتس. طيب الهاني بوتس هذه يعني احدى السكيورتي ميكانيزم مهمه جدا. خلينا نشوف انه الهاني بوتس فوز هاكرز انتو ثينكينج اتس ا ليجيتيميت تارجت باي هافينج ذا ابييرنس اوف ذا ريل كمبيوتر سيستم كومبليت وذ ابس اند داتا. فور انستانس ا هاني بوت كود بي ديزايند to look like a company customer billing system which is frequently targeted by thieves looking for credit card details. يعني بمعنى انا الهاني بوتس يعني عباره عن مصائد، يعني انا بخدع فيها الهاكرز انهم يعني يعملوا اتاكس لهاي السيستم. اوكي، فبتكون هذه مثلا الهاني بوتس مجهزه يعني real computer system complete apps، وزي ما حكينا فيها زي ما انتم شايفين ان هاني بوت كود بي ديزاين لوكس لايك ا كمباني كاستمر بيلينج سيستمز وذ ويتش از فريكوينتلي تارجت باي ثيفز لوكينج فور كريدت كارد. فهذه زي ايش؟ انه بتعمل اتاك اتراك للاتاكس، انه يعمل اتاك للهاني بوتس. اوكي، لكن شو الغرض من هذا الموضوع؟ يعني ليش انا بدي اخلي الاتاكس يجوا عندي؟ So from point number two, once the hacker are inside, it is possible to trace them and analyze their activity to find out how to safeguard the real network. فهذا هو الهدف الرئيسي. يعني أنا مجرد ما أجي عندي هالهاني بوت بقدر أدرس ال behaviors تاعت الأتاكس هذه. أوكي، وبقدر أعملهم trace back وأحدد الأكتيفيتي تساعدهم، وبتحديدي للأكتيفيتي تاعيت سومس، وإذا ممكن أعملهم تريس باك أنا ممكن أطبق النتائج أو الفايندكس تاعتي بحماية الريال نتوركس، يعني الريال كاستمر بيلينج سيستم اللي نازل على الريال نتورك مش على هاني بوت. So هاني بوت are made attractive for attackers by building deliberate security vulnerabilities. يعني هان احنا الهاني بوتس هي يعني هي بتجذب الاتاكرز، لان انا بشكل متعمد بكون عندي سكيورتي فيلنربيلتيز. يعني الهاني بوت عباره عن 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 يعني عن خلينا نحكي ميكانيزم او تكنو او تراب بشكل متعمد انا بخليه يعني فول اوف سكيورتي فيلنربيلتيز عشان الاتاكرز يجوا ويعملوا اتاك على الهاني بوت هذه. For instance, a honeybot might have ports that responds to abort scan or weak passwords. Okay, فهذه إحدى ال يعني التريكس ممكن يكون إنه البورتس تكون مفتوحة عندي weak passwords عشان مثلاً البروت تدرس البروت فورس اتاك and so on. So in addition, vulnerable ports might be left open to entice attackers into honeybot environment rather than the more secure live network. يعني انا هان بشكل متعمد بترك النتورك او البورتس اوبن
عشان اجذب الاتاكرز ان هاي الهاني بوت انفايرمنت. سو هنا بدنا نحكي انه الهاني بوت ازنت سيت اب تو ادرس the specific problem like a firewall antivirus. Instead it is an information tool that can help you to understand existing threat to your business. يعني انا هان ما في عندي يعني انا الهاني بوت هي مش detection mechanism زي الاي دي اس او الفايروول او الاي بي اس. هي عبارة عن information gathering tools. انا يعني بعملها كتراب للاتاكرز او للهاكرز انه عشان ادرس سلوكهم او عشان ادرس شو الثريتس اللي ممكن تكون على الريال بزنس تاعتي. فهذه الهاني بوت هي احدى التكنيكس عشان تدرس البيهيفيرز سبيشالي للنيو او اميرجد اتاك. سو از ا ريزلت سكيورتي افورت كان بي رانكد اند فوكس اون ذا انتليجنس اوبتيند فروم ذا هاني بوت. يعني انا بدرس اوكي البيهيفيرز اللي موجوده البدوس البيهيفيرز بتاعت الاتاكرز اللي صارت في الهاني بوتس والهاني بوتس والريزلت والفايندينج تاعي. انا بركز يعني انه كيف احلها عشان اقدر اعملها يعني افويد في الريال يعني في الريال نتورك. طيب هان باي مونيتورينج ذا ترافيك كومينج انتو هاني بوت يو كان and assess where the cyber criminals are coming from. زي ما حكينا ممكن عن possible trace للattackers or hackers. The level of the threats. شو هي درجة الthreats أو التهديد اللي بيمثلوا هذا الattack. What data or application they are interested. Okay. زي ما حكينا إنه الhoneybot عبارة عن made of application, real computer system, يعني real operating system. فانا بشوف شو بيجذب اكتر اشي الاتاكرز او في شو هم انترستد اي نوع من الابليكيشن. and how will your security measures are working to stop this cyber to stop the cyber attacks. انه كيف بدي اشوف السكيورتي ميجرز انت حاليا انت مستخدمها هل هي فيت انه تقدر او مناسبه انها تقدر توقف هاي السايبر اتاكس اللي عم بتصير على الهاني بوتس اور نوت. If أنا يعني لو ما بتقدر أنا بدي أعمل update للهاي security mechanism بحيث إنها تقدر تعمل detection أو stop لهاي الattacks. أوكي. وفي هيك بكون إحنا خلصنا آخر جزئية في ال security mechanism اللي هي الهاني بوتس. كالعادة هذه المراجعة ممكن ترجع لها أو ممكن تستخدم external references إذا حاب تتوسع في الموضوع. وبهيك بكون إحنا خلصنا المحاضرة اليوم. وإن شاء الله نراكم في الأسبوع القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.